أنا ضعيف الراهب استفانوس أن ندعو بنعمة الله إلى الكهنوت بدير السيدة العذراء والأنبا يحنس كان وبواد النطرون رغم عدم استحقاقي أتعهد أمام الله رب الأرباب وراء الرعاة وأمام ملائكته وقديسيه وأمام قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث وأمام أبي رئيس الأنبا متاوس رئيس الدير وأمام آباء الكهنة والرهبان ومجمع الدير بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير وأن أحترم قوانين الكنيسة المقدسة وأحافظ على تقاليدها وطقوسها وتعاليمها وأتعهد بأن أدعى صالح الكنيسة والدير فوق كل اعتبار وأنا أبتعد عن محبة المال ومحبة النصيب الأكبر ولا تعالى عن إخوتي ولا أقصر في خدمة أحد منهم وأتعهد ألا أمارس أي عمل كهنوتي داخل الدير أو خارجه بدون تصريح أبي رئيس الدير كما أتعهد بألا أسعى نحو الوظائف الكنسية ويكون ارتباطي بها للضرورة بموافقة الرئاسة الكنسية مظهرا طاعة كاملة نحو عودتي للدير في أي وقت حسب أمرها وأكون مطيعا لأوامر رؤسائي وتكليفاتهم غير متجاوز حدودها وتوقيتها وأن ألتزم أثناء خدمتي بالمبادئ الرهبانية غير متهاون في قوانين الرهبانية التي هي حصن وسلاح لي ضد محاربات الشياطين وأن أسلك في السلوك الرهباني السليم في أي مكان حللت فيه وأن أنتظم في قضاء فترات خلوة روحية بالدير كما أتعهد بأن ألتزم بقرار المجمع المقدس الخاصة بعدم قبول اعترافات النساء داخل الدير أو خارجه كما أتعهد بالخضوع الكامل لرئاسة الكنيسة الممثلة في قداسة البابا الرئيس الأعلى للرهبنة القبطية وأبي رئيس الدير مع توقيري واحترامي للآباء المطرنة والأسقف وأكون تحت الحكم الذي يفرض علي عند مخالفة الأمر
الذي يفرض علي عند مخالفة أي أمر، وأطلب من الله أن يهبني نعمة وقوة بصلواتكم، وأطلب من الله أن يهبني نعمة بصلواتكم حتى أقوم بهذه المسؤولية الخطيرة، حتى أقوم بهذه المسؤولية الخطيرة، وأؤدي بأمانة، وأؤدي بأمانة كافة ما يتطلبه مني عمل الكهنوت الجميل، كافة ما يتطلبه مني عمل الكهنوتي. صلوا عني يا أباء أخوتي القديسين، صلوا عني يا أباء القديسين، هامة يا لكم جميعا، هامة يا رب اسمعنا، يا رب ارحمنا، يا رب باركنا. أيها الرب إله القوات الذي أدخلنا نصيب هذه الخدمة الذي يقوم فهم البشرة وفحص القلوب والكلى، اسمعنا بكثرة رأفاتك ونقينا من كل دنس الجسد والروح، مزق صحابة خطايانا وظلمتنا مثل الدخان، املأنا من قوتك الإلهية ونعمة ابنك الوحيد أفعل الروح القدس لنكون مستوجبين لخدمة هذا العهد الجديد، لكي نستطيع باستحقاق أن نحمل اسمك القدوس ونخدم كهنوت أسرارك المقدسة، ولا تدعنا نشارك في خطايا غريبة بل امحو التي لنا ونحن يا سيدنا لا نصنع المائلات، بل هب لنا معرفة لنقول ما ينبغي ونضن إلى مذبحك المقدس، واقبل إليك القسيسية الكاملة التي ستصير لعبدك الرب استفانوس السرياني الواقف منتظر مهبك السماية، لأنك صالح كثير الرحمة لكل من دعاك، لأن سلطان قائم ابنك الوحيد والروح القدس لا يملكون أندر الدور آمين. كريالا يسوع، كريالا يسوع، كريالا يسوع. نعمة ربنا يسوع المسيح المكمل واقسم بمسرة الله الآب والروح القدس تحل على عبدك هذا الداخل بخوف ورعدة وتواضع قلبي إلى المذبح المقدس جاثا ورافع عيني قلبه اليك ايها ساكن في السماء منتظرا مواهبك السمائيه لينتقل من طقس الشماسيه الى رتبه القوسيسيه في بيعه دور العذراء القديس مريم والقديس الانباء اهناس كان ابو ادم المطلوب والمذبح الطاهر اطلبوا كلكم لكي تحل عليهم موعظه الروح القدس امين. يا رب اسمعنا، يا رب باركنا. نعم يا رب اجعله مستحقا لدعوة القسيسية لكي باستحقاق من قبل محبتك البشر يستحق اسمك القدس ويتعبد لك ويخدم مذبحك المقدس ويجد رحمة أمامك، لأن الرحمة رافعة من قبلك يا الله، ينبغي لك المجد أيها الأب والابن والروح القدس لأن كل أندر الدور آمين. كريالا يسوع، كريالا يسوع، كريالا يسوع. أيها سيد رب الله دعوت الكل خالق كل الأشياء بكلمتي الذاتية المعتني بكل من قبل من قبلك ايضا ايها المتطبع في كل حين على بيعته المقدسة وينميهم ويكثرهم ويقويهم ليقبلوا الاتعاب بالقول والفعل، انظر على عبدك استفانوس السرياني هذا الذي اسلم القسيسية بحكم تزكية الذين قدموه في الوسط الا من الروح القدس والنعمة والمشورة وتقواك ليحدد ويدبر شعبك بقلب نقي كما تطلعت على شعبك. الذي اخترته وامرت عبدك موسى ان يختار له مشايخا هؤلاء الذين ملأتهم من الروح القدس غير المصنوع المنبثق منك روح القدس. نعم يا رب اسمعنا، نطلب اليك ان تحفظ فينا ايضا الروح القدس الذي نعمته غير المصنوع. Thank you.
امنحه روح حكمتك ليمتلئ من اعمال الشفاء كلام التعليم ليتعلى ليعلم شعبك بوداعة ويتعبد لك بطهارة فكر النقوى نفس منسحقة ليكمل اعمال الكهنوت على شعبك. اما الذين يقتربون الى ايدن فليجددهم بحمد جديد. وما ايضا طهرني من كل خطيه غريب واعتقني اكثر مما يجب علي من ذات بصمك الوحيد ربنا لان مخلصنا يسوع المسيح. كريا لا يصون كريا لا يصون كريا لا يصون. اطلع يا رب علينا على خدمتك طهرنا من كل بناس ارشل من السماء نعمتك على عبدك هذا لك يستحق من قبلك ان يكمل كهنوت الظاهر اوجاك ليفوز بمراحمتنا الذين ارجوك منذ بدء من رحمتك ومن بارادتك. ويليق بك الاكرام من كل احد والسجود يا الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان دار بير امين. يا رب اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب باركنا. ندعوك يا استفانوس قسيسان على دير السيد العذراء السلام بريد شهيد خنفران وفيوت نمشير من بابين وطابن وتمت امين. افز مراوت انجيف نتفيد بيبان تقراتو آمين. ندعوك يا استفانوس قسيسا على مذبح دير السيد العذراء ولما نسكن ابواب النطرين خين أفز مراوت انجيب افمون وجنيس انجيريس وخريس وابن شويس آمين. ندعوك يا استفانوس بريزويتيروس على مزار دير السيد العذراء السريان بن عباد المطرون أفز مراوت انجيب ابن المطواب ومبارك ليتو نشكرك يا سيد رب دوت الكل من اجل كل حال في كل حال من اجل كل حال نجد اسمك القدوس لانك صنعت معنا عظائم افضت موهبتك ذات الغنى على عبدك القس استفانوس. نحن نطلب لك يا سيدنا اسمعناك كثرة رافتك وصلوا بهذه الشرطونية صار لعبدك هذا من قبل حلو روحك القدس عليه قوم دعوة اختياري بطهارة بنعمة صلاحك. اخترنا معه للصلاح لكي نعبر ونربح في الوزن وننال مع كل الذين عملوا مشيئتك منذ البدء أجرة الوكيل الأمين الحكيم في زور ربنا إلهنا وخلصنا يسوع المسيح. يا صان يا صان يا صان. اعلم أيها الأبن قدر هذه الدعوة التي استحققتها التي هي القسيسية
وتقليدك الأشرار العظيمة التي في العهد الجديد بدرجة التعليم، فيجب عليك إذا أن تعمل وتعلم من جهة الأعمال الحسنة أفضل من الكلام. وأذكر كلام بطرس الرسول قال: بأن الخصوص الذين فيكم أرغب إليهم أنا الخص شريكهم والشاهد. على آلام المسيح والشريك في المجد الذي يظهر، ارعوا رعاية الله التي فيكم وكونوا تفتقدوها لا بالظلم لكن بإرادة القلب، وليس كأنكم أرباب أنصبة بل كونوا مثالا للرعية، لكي إذا ظهر رئيس الرعاية تأخذون أكليل المجد غير المضمحل. كن إذا عامرا باليزنة التي اعتمدت عليها لتردها متضاعفة لتأخذ أجرة العبد الحكيم الأمين وتجمع الشعب على كلمة التعليم مثل مربية تربي بنيها لتخلص أنت والذين يسمعونك. امضي بسلام الرب. يا رب.